من جديد رجعنا لكم مشاهدينا الأعزاء عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد، وبإمكانكم المتابعة الإلكترونية لبرنامج صباح الخير عبر باقات البث المباشر على الموقع الإلكتروني www.alfajrtv.com. وكل التحية لراعي برنامجنا شبكة مطاعم هاني هاني. أكيد نحن في استمرارية في فقراتنا التي تتعلق في الأمور التربوية، إذ أصبح بالوقت الحالي إمكانية طلبة الثانوية العامة التقدم في فروع جامعة القدس المفتوحة، وعلى وجه التحديد فرع جامعة القدس المفتوحة في طول كرم، لتخصصات جديدة ونوعية تتماشى ومتطلبات سوق العمل. إنها تخصصات الإعلام الإلكتروني والإدارة الصحية والتربية الخاصة. للحديث أكثر معنا في الأستوديو محمد أبو صفاقة، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في جامعة القدس المفتوحة. يسعد صباحك. طيب، يعني كل عام وانتم بخير. يعني السلام. اعداد طول كرم ما شاء الله رفعت راسنا للعام صحيح. الحالي، وجامعه القدس المفتوحه في انتظار تسجيل الطلبه الجدد خلال هذه الفتره، لكن للعام هناك نوعيه في تخصصات جديده طرحت في جامعه القدس المفتوحه، وايضا بعض التخصصات خصيصا لفرع جامعه القدس المفتوحه في طول كرم. يسعد صباحك أخي خالد، يسعد صباح المشاهدين. بداية نحكي عن التخصصات اللي تم طرحها في جامعة القدس المفتوحة، وهي تخصص التربية الخاصة، وهو تخصص حديث وأوحد في جامعات الفلسطينية. تخصص الإدارة الصحية، بعد أن قامت جامعة القدس المفتوحة وضمن رؤيتها المستقبلية بدراسة حاجة السوق الفلسطيني والعربي، قامت بطرح تخصص الإدارة الصحية بعد اعتماده من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في وزارة التربية والتعليم العالي. نعم. تخصص الإدارة الصحية وهو تخصص أكاديمي، وهو أحد أقسام كلية التنمية الاجتماعية والأسرية. هذا التخصص يعني في الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسلوب ويعلمهم أسلوب التعلم والتأهيل ومساعدتهم على الدمج في المجتمع الفلسطيني. طب الساعات هل يعني يتماشى مع بقية التخصصات؟ يعني قريب، يعني هل في اختلاف في عدد مجموع الساعات اللي منزل للطلبة في كل التخصصات التي هو أحد أقسام كلية التنمية الاجتماعية، والشروط التي تنطبق على كلية التنمية الاجتماعية والأسرية نفس الشروط التي تنطبق على التربية الخاصة. التربية الخاصة هو 132 ساعة معتمدة، زي تخصصات التنمية الاجتماعية والأسرية، ويوجد هناك مواد تخصص ومتطلبات جامعة، ولكن تنطبق عليها نفس الشروط، لا بالزيادة ولا بالنقصان. يعني هي خصيصا بس لأنك ذكرت فئة الأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، هي خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة أم أنها تساعد على فهم ما يحتاجه ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هي تعتمد بالشقين، هي مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وبتعني بالاحتياجات الخاصة، هي نعم. تعمل هي بالذات تعني على التعليم والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للانخراط في المجتمع بأسلوب علمي مهني أكاديمي بحت. طيب، أيضا هنالك التخصص الإدارة الصحية كان نعم. مطبق في فروع القدس المفتوحة في محافظات أخرى، لكن أصبح بإمكان طلبة طول كرم حاليا أنهم يدرسوا في فرع الجامعة في طول صحيح كرم. صحيح. تخصص الإدارة الصحية كان مطروح في الشمال والجنوب. في الشمال بخصوص كان مطروح في منطقة نابلس، فرع نابلس التعليمي، والآن مع بداية السنة الدراسية الجديدة 2014-2015 تم طرح التخصص في فرع طول كرم، وهناك إقبال شديد على هذا التخصص. نعم، وللتوضيح أكثر عن هذا التخصص، صحيح. هناك الإدارة الصحية، هذا يعني في العمل في مؤسسات القطاع الصحي، وهو تخصص أكاديمي بحت تنطبق عليه الشروط التي تنطبق، وهو أحد أقسام كلية العلوم الإدارية والاقتصادية، وتنطبق عليه هذه الشروط التي تنطبق على الأقسام الأخرى. طب يعني كمثل هذا التخصص أكيد راح يكون في السنوات المتقدمة للمسجل في هذه في مثل هذا التخصص، يعني كجانب من التطبيق، يعني كشبيه بكلية التربية، هناك تربية عملية ممكن أنه يكون جانب من التطبيق في المستشفيات في المحافظة. نعم صحيح. هذا التخصص هو تخصص كما ذكرت سابقا، هو تخصص أكاديمي تحت، بالإضافة للجانب النظري هناك جانب عملي سوف يتم المباشرة فيه لطلبة هذا التخصص، وهو يعني بكيفية ممارسة العمل الإداري في المؤسسات ذات العمل الصحي. طيب، ثالث التخصصات الجديدة في جامعة القدس المفتوحة ولربما هو الأبرز صحيح. الذي يسلط عليه الحديث عبر وسائل الإعلام وفي الجامعات، يعني
هناك بدأت البلبلة نوعا ما في صحيح. عندما نتحدث عن الإعلام الإلكتروني. ما هو الإعلام الإلكتروني ولماذا في جامعة القدس المفتوحة؟ اولا انا ما بدي اخوض كثير في هذا التخصص، بس انا حضنت المشاهدين فكره عن هذا التخصص. هو الاعلام الرقمي، وهو تخصص نوعي ويطرح لاول مره في فلسطين كافه، وليس في فلسطين كافه. الاعلام الرقمي نحن تم اخذ موافقه من هيئه الاعتماد الوطني في وزاره التعليم العالي للمباشره والترخيص، وعملت الجامعه تعمل بشكل مستمر ودؤوب على توفير الكادر الاكاديمي المختص، وركز على كلمة مختص، في هذا التخصص، وسيتم المباشرة فيه بإذن الله كريم. يعني أكيد بنتمنى يعني النجاح لمثل هذه التخصصات والإقبال من قبل طلبة الثانوية العامة، صحيح. خصوصا هم أمام مرحلة يعني أمام اختيار ماهية المستقبل لهم. طب في بعض الأسئلة خصوصا لطلبة الثانوية العامة اللي بالفعل سجلوا في جامعة القدس المفتوحة، وباب التسجيل أعتقد ما زال مفتوح صحيح لهم صحيح. لإمتى؟ احنا مددنا باب التسجيل حاليا نظرا للوضع اللي السائد في قطاع غزة، ومراعاة للظروف ارتأت الجامعة ان تمدد التسجيل للطلبة الجدد، وبقدر رجعونا يعني احنا راح نكون في مساعدتهم، ما راح نقصر معهم ان شاء الله. طب محمد، يعني في بعض الاستفسارات اللي بيواجهها طالب الثانوية العامة اللي سجل للفصل الأول، كم عدد الساعات؟ هل أنزل أبلش بمواد التخصص ولا بالثقافة العامة اللي هي كمتطلبات؟ هل أفوت بالمواد الحرة ولا بالتخصص الإجباري؟ هاي كيف إنه ينطلق فيها الطالب كنوع من الإرشاد لإلهم؟ لأنه في بعض الطلاب بصراحة بنزل مواد ما بعرف، بتفاجأ إنه رسب فيه جميع المواد لضغطها، ولا صحيح كلام انه نازل جديد على محيط الجامعة وطبيعة الجامعة. صحيح، حكيك سليم 100%. الطالب الجديد احنا عندنا شيء اسمه قسم التسجيل وقسم شؤون الطلبة. احنا بنأمل من الطلبة انهم يتوجهوا يا قسم التسجيل يا قسم شؤون الطلبة، وراح يورجهم هناك في خطة دراسية، ونأمل من الطلاب سواء أنا بالذات الطلب الجدد، لأنه الطالب القديم صارت عنده خلفية مسبقة انه وين بده يتوجه. بس احنا بنوجه رسالتنا للطلب الجدد انه في حال انه بده يطرح مواد او ينزل مواد يتوجه لقسم التسجيل، هناك في خطه دراسيه معينه، وقسم التسجيل في حال استفسار عن هذا الموضوع راح يدله بالذات وين كيف يبلش. طبعا احنا بننصح انه في شيء اسمه متطلبات جامعه، صحيح. هذه متطلبات الجامعه نامل من كل طالب انه يسجلها، لانه هي مدخل للمواد الثانيه. فان الطالب الجديد او المستجد بيحاول يستفسر عنه، احنا بنطلب منه انه يتوجه يا قسم شؤون الطلبه يا قسم التسجيل، وهو راح يفيده باللازم. يعني بنتأمل هذه المعلومة وصلت لطلبة الثانوية العامة، التوجه لأقسام التسجيل. طبعا هذا الأمر ليس مقتصر فقط على جامعة القدس صحيح المفتوحة، ولكن يتماشى مع الجامعات الأخرى الفلسطينية، سواء فلسطين التقنية خضوري أو باقي الجامعات في المحافظات الأخرى. طب اللي هي مبدأ الخصومات المادية والمنح والمسح الاجتماعي، هل يعني يعتبر الطالب متاح له في الفصل الدراسي الأول في الجامعة هذه الأشياء يعني الخصومات، أم ينتظر للفصل الدراسي الثاني؟ بالنسبة للخصومات والمسح الاجتماعي، جامعة القدس المفتوحة تقدم العديد من المنح، صحيح. وبدي أذكر رقم بسيط يعني من كثر المنح اللي بتقدمها جامعة القدس المفتوحة. العام الماضي قدمت المنح ما يقارب فوق ال 200 ألف دينار، ولكن شروط تقديم المنح هاي حابة أوضحها بشكل عام. إحنا في شروط وفي شروط معينة لازم على الطالب إنه يتبعها منيح مشان يقدم المنح. أولا لا يقل معدل التراكم عن 60، ثانيا لازم يكون مجتهد عدد ساعات معينه. اما بخصوص الطلب الجدد وهو سؤالك، الطلب الجديد لازم يكون مجتهد عدد ساعات معينه، ولازم يكون له معدل تراكم معين. فالطلب الجديد لا بيكون له معدل تراكمي ولا بيكون له ساعات مجتازه، ففعليا هو بس يجتهد مش اول فصل، يجتهد ثاني فصل، لانه عمليه التقديم للمساعدات بتكون من خلال الفصل الاول. يعني الطالب الجديد لسه ما بيكون لا منه ساعات معينه ولا له معدل تراكمي فعليا، بس يظهر عنده عدد ساعات معين ومعدل تراكمي، يحق للطالب لأي طالب أن يتقدم لمنح من خلال قسم شؤون الطلبة، من سواء كانت منحة الإخوة أو منحة الأزواج أو منحة المؤسس الاجتماعي أو أي منحة أخرى. طب يا أخي، جامعة القدس المفتوحة أيضا خلال هذا الفصل المنصرم كان هناك دورتين صيفيتين، صحيح. تقييم ومدى إقبال الطلبة عليها، وهل بالفعل بتشكل خطوة للأمام لإسراع عملية التخرج وإنجاز ما على الطالب؟ كلام صحيح 100%. هناك ارتياح بشكل كبير من قبل الطلبة. الطالب اللي كان يتخرج على الفصل الأول صار اليوم بيتخرج على الفصل الصيفي.
يعني هيك فعليا وفر حاله فصل دراسي كامل. فالطلاب فعلا صار عندنا فصل، طبقنا طبعا فعليا هاي السنه كان عندنا فصل صيفي اول وفصل صيفي ثاني، انتهى الفصل الصيفي الاول، والان احنا امبارح كان اخر امتحان لامتحان النظم النصفيه للفصل الصيفي الثاني، ونهايه الشهر ان شاء الله الامتحانات الفاينل للفصل الصيفي الثاني. هناك ارتياح كبير من قبل الطلبه، هناك هاي الخطه اللي وضعتها الجامعه كانت ايجابيه بشكل كبير، سواء كانت على الطالب او على الجامعه. أكيد يعني الأستاذ محمد أبو صفاقة مسؤول العلاقات العامة، نتشكرك كثير على هذا شكرا الكم جزيلا. من المعلومات بما يتعلق بجامعة القدس المفتوحة. يعني نتأمل من مشاهدينا الأعزاء وكذلك أولياء الأمور النصح والإرشاد بما يتعلق بالتخصصات الجامعية الفلسطينية. هناك باقة من الجامعات الفلسطينية، لكن هناك لربما ظروف المادة والاقتصاد والرغبة والطموح وإلى صحيح. جانب ما يتطلب سوق العمل في تخصصات متعددة لربما هي إحدى معايير اختيار التخصص الجامعي. مشاهدينا الأعزاء نذهب وإياكم إلى فاصل قصير، وبعد ذلك عودة إلى فقرات شبابية وروح فلسطينية تسعى لخدمة الوطن وشباب الوطن.